السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناتي قناة نفيد ونستفيد. طبيعي دائما الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسولنا المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. إخواني، تجدد لقائي بكم اليوم بإذن الله. سأناقش معكم حلقة مميزة وهي مهمة جدا جدا، تهم جميع المربين. ما هي أعراض مرض التسييف لطائر البادج، الكوكتيل، الغندور إلى آخره؟ هناك أعراض تطلق أو تلاحظ على أن هذا الطائر مصاب بمرض التسييف. كيف تعرف أخي المربي بأن طائرك مصاب بالتسييف؟ العلامات الواضحة إخواني الأعزاء، أول علامة تظهر وتكون واضحة أن هذا الطائر مريض بمرض التسييف أي البرد، المرض أو عفوا العلامة الأولى، يكون الطائر أولا منتفش أو يكون منفوش ريشه دائما في حالة انتفاخ دائم، أي أنه منكمش لا يتحرك كثيرا، تكون لديه حالة من الهزلان، يعني دائما يكون معلق أو واقف على العود لا يتحرك كثيرا، ليس بطبيعته، يكون دائما منفوش نافخ ريشه، دائما غير حيوي. هذه علامة أولى أنه يفقد حيويته ونشاطه وأداؤه داخل القفص، يكون دائما منكمش لفترات طويلة دون حركة، دون زي ما بيقولوا شجار، دون حيوية في داخل القفص. هذه علامة أولى وواضحة ومهمة. العلامة الثانية يا إخواني بالنسبة للغذاء أو للأكل، طبيعي يا إخوان الطائر المصاب بمرض التسييف أو البرودة دائما وأمراض أخرى، يعني من دلالات مرض التسييف بأن الطائر يمتنع كثيرا عن الأكل بسبب أن المرض يكون كامن أو يكون مسيطر بدرجة أولى أو أولية على شهوته في الأكل، يكون دائما قليل الأكل، لا يتنقل كثيرا، لا يأكل كثيرا، تكون حركته قليلة حول المأكلية الخاصة بالحبوب أو الفاكهة أو الخضار، يعني ينفر من الأكل كثيرا، تكون الشهوة لديه هي مغلقة أو مقفولة من ناحية الأكل. فهذه علامة ثانية بأن هذا الطائر مصاب يا إخواني وأنه يعاني من التسييف أو البرد. هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة يا إخواني دائما تكون اللهم صل على سيدنا محمد، تكون دائما نشاطه يعني داخل المبيضة أو داخل البياضة قليلة، يعني لا يهتم للإناث كثيرا، لا يهتم للأنثى كثيرا، تجده ينفر منها، لا يكون على حالة جيدة بالأنثى، حتى ولو كانوا متزاوجين من قبل وعنده بيض وعنده فراخ تكون دائما حالته منعزلة، لا يتعامل كثيرا مع الأنثى في حالة أنه مريض وفي حالة أنه يعاني من البرد، تجده دائما بعيد عن الأنثى، أي هذه العلامة الثالثة، يبعد كثيرا عن الأنثى ولا يسيطر بالدرجة الأولى عليها، ولا تكون له رغبة في الاختلاط بها أو الوقوف داخل البياضة، أو إذا كان هناك فراخ لا يطعم الفراخ ويتجاهلهم في فترة عياه وفي فترة مرضه. هذه يا إخواني العلامات الثلاثة من أهم العلامات والدلالات اللي تؤكد لك بأن طائرك مصاب بمرض التسييف. أنا تحدثت بفيديو عن العلاج وكلكم يعلمه كثيركم، هو موجود داخل القناة، علاج التسييف لطيور البادجي، الغندور، الكوكتيل، يوجد لدي فيديو مسبق، لن أتحدث بمسألة العلاج لأنني قمت بتسجيل الفيديو الخاص بعلاج طيور البادجي من التسييف. اليوم أنا أتحدث لكم عن العلامات، عن الأعراض التي من شأنها تحدد لك بأن طائرك مصاب بالتسييف أو البرد أو الرطوبة إلى آخره. يعني هذه هي حلقة اليوم، فصلت لكم بها ثلاثة دلالات وعلامات مهمة جدا جدا في تحديد كيف أن تقوم بمعرفة طائرك مصاب بالبرد أو ما شابه من هذه الأنواع من الأمراض. إخواني في النهاية أنتظر استفساراتكم وتعليقاتكم دائما بكل احترام، أقرأ الجميع، من لديه سؤال في صلب الموضوع التي نتحدث به أو غيره من المواضيع نناقشها دائما معكم، خصوصا المربين الجدد، مهما بلغنا من العلم لن نوفي الطيور حقها، ما زلنا نتعلم ونأخذ عنها ونقرأ عنها الكثير، هي طيور جميلة وبإذن الله
تكون عملية إنتاج موفقة للجميع وتربية سليمة 100%. في النهاية دائما وسائل التواصل لدي تعلمونها جيدا، أسفل الفيديو تابعوا الردود، ومن ثم في صندوق الوصف الرقم الشخصي الخاص بالواتساب محمود وادي، دائما وتابع الجميع مباشر كل يوم ساعة عبر الواتساب، وأيضا يا إخواني رابط صفحتنا عبر الفيسبوك نفيد ونستفيد في صندوق الوصف أيضا، ورابط مدونة نفيد ونستفيد عبر الموقع الإلكتروني، كلها وسائل للتواصل بإذن الله. وبإذن الله هذه القناة لكم وأنا منكم. في النهاية تحياتي للجميع، أخوكم دائما محمود وادي من قناة نفيد ونستفيد، تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.